طبعا الكلام اليوم كله خطير، لان يعني هذه تاتي لي بنقاطع لجماعه القحطاني لذاك فلاح برهان لايضا للنواصب والخوارج، سياخذون الكلام ويقطع يقولون يدعو لابن تيميه يدعو للوهابيه. لا بس ان شاء الله الله موجود، المهم نحن ننصر الحق، لا نلتفت لما سيحكى وما يقال وما سينتج عن هذا. عندما تنظر الى الحق وتشخص الحق افعل بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما ينصر الحق، بغض النظر عن الحساد وعن المحيطين. اذا صرت تلتفت للناس والاخرين لا تقدم اي شيء. فليس من الصحيح ان نكون من المنافقين، نقول للمسؤولين للدوله للحكومه لا تلتفت وكونوا شجعانا واتخذوا القرارات المناسبه التي فيها المصلحه العامه للاسلام والمسلمين جميعا. ايضا نحن علينا ان نلتزم بهذا، لا نلتفت تقول نؤجل هذه القضيه، لا نحكي في هذه القضيه، أعداء كثر تعدد الأعداء، لو أجلنا هذه نلتفت لهذا أو ذاك، ليس بهذا. نحن عندما وجدنا هنا تفضل علينا الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا المكان قبل أكثر من عام، قامت القائمة وحشدت الجيوش هنا، وأردنا أن نقلع من هذا المكان حتى كل من موجود في هذه المنطقة كان ينتظر وكان يقال له وكان يؤمن ويؤمل بأنه خلال شهر شهرين تكسح هذه القضية وتقلع من أساسها. ومرت الأشهر ومرت الستة أشهر ومر العام وتجاوزنا أكثر من عام والحمد لله بقينا في هذا المكان. فالذي حفظنا في ذلك المكان والذي حفظنا في تلك الفترة القاسية التي مررنا بها في زمن النظام السابق وفترة الاحتلال وما تداعى وما ترتب عليها، الحمد لله هذا من نعم الله علينا، نتوقع أن نكون بينكم الآن. فما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله وإن كره الناس.